أعلن عن انتهائي من أعمال ترميم استاد خليفة أول ملاعب مونديال قطر عام 2022، حيث سيدشن رسميا باستضافة نهائي كأس أمير قطر بين فريقي السد والريان يوم الجمعة المقبل. قناة بين سبورتس كانت أول قناة تلفزيونية تدخل الملعب حتى قبل تدشينه. الزميل صفوان أبو شنب يصحبنا في هذه الجولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نحن هنا أمام استاد خليفة، هو أول ملاعب مونديالي عام 2022، ونعم لقد تم إنجازه. سنأخذكم في جولة داخل هذا الملعب، هي المحطة الأولى في إن سبورتس التي يسمح لها بالدخول إلى هذا الملعب والتصوير. سيرافقنا في هذه الجولة خالد النعمة، مسؤول الإعلام في اللجنة العليا للمشاريع والإرث. مرحبا بك خالد. خالد، عندي ذكريات جميلة في هذا الملعب، أنا على المستوى الشخصي. حدثني أولا عن ذكريات. كل من عاش على دولة قطر لديه ذكريات مميزة أستاذ خليفة. شو أكثر ذكرى تذكر؟ ما في شك اني اتذكر خليجي 11 1992، كنت يمكن 6 سنوات عمري، لكن هذه ذكرياتي الاولى مع كره القدم كانت من على مدرجات استاد خليفه. اذا مشاهدينا الكرام سنذهب في جوله داخل هذا الملعب ورافقونا فيها. يلا خالد. شهد الملعب عدة تغييرات، التغييرات الأبرز كانت في هذه الجهة الشرقية من الملعب والتي شملت إضافة أكبر عدد من المقاعد، تصل عدد المقاعد بالمجمل في هذا الملعب إلى نحو 40,000 مقعد، ستستضيف جماهير المونديال عام 2022. كما تم أيضا إضافة نحو 61 غرفة للضيافة، وأيضا متحف سيتم افتتاحه لاحقا، متحف رياضي يتعلق بالإنجازات القطرية في المحافل الرياضية الكروية بشكل عام. كما تم أيضا وضع سقف بالكامل حول أو فوق مقاعد الجماهير حسب مواصفات الفيفا. صفان، كان هناك هدف واضح بالنسبة لنا منذ بداية المشروع، كيف أن نحافظ على هوية استاد خليفة، كيف نحافظ على روح استاد خليفة التي ارتبطت منذ سبعينات القرن الماضي بالشعب القطري والجمهور القطري. تم إضافة طابقين بالكامل في الجهة الشرقية واضحين في الكاميرا. طابق أول يتزين بمجموعة من أجنحة الضيافة عددها 61 جناح. هذه الأجنحة معروفة في عالم كرة القدم بمصطلح السكاي بوكسز، وهي توفر بيئة خاصة من الضيافة للمشجع وللزائر. تسجل أرضية ملعب استاد خليفة رقما قياسيا عالميا بفرش هذه الأرضية خلال 13.5 ساعة فقط، وكان الرقم السابق الذي سجل في أحد الملاعب الأوروبية 18 ساعة. إضاءة استاد خليفة هي واحدة من أحدث الإضاءات في العالم، وهي الأحدث مطلقا أو بالمطلق في المنطقة العربية. اليوم صفوان، استاد كرة القدم لم يعد فقط استاد كرة قدم، أصبح منصة ومسرح لتنظيم فعاليات ترفيهية عديدة. هذا النوع من الإضاءة المتطورة تساعد في تنظيم هذا النوع من الفعاليات الترفيهية، تغيير درجة الإضاءة، تغيير ألوانها، مسألة إيقافها وإشغالها مرة أخرى، عملية سريعة لا تتجاوز ثانيتين. لننتقل إلى مقاعد الجمهور لنعيش بعض أجواء الجماهير قبل أن تأتي الجماهير إلى هنا. خالد تفضل. نظام التبريد ليس جديد على الملاعب القطرية، تم تطبيقه منذ 2006 إذا لم تخن الذاكرة، أو 2008 يمكن في استاد جاسم بن حمد بنادي السد. اليوم احنا نقدم نسخة مطورة أكثر صداقة للبيئة إن صح التعبير، موجودة للمرة الأولى هنا في استاد خليفة، توفر جو رائع إذا صح التعبير. درجات الحرارة خارج ملعب استاد خليفة في هذه اللحظة تبلغ نحو 38 درجة مئوية، بينما يشير هذا الجهاز الخاص لقياس درجات الحرارة إلى 21 درجة مئوية داخل هذا الملعب. ستكون هذه هي الاستدامة التي سيستفيد منها الشعب القطري بعد انتهاء المونديال. الآن مشاهدينا مع وقفة